مثلتي مع هيفا ومثلتي مع غادة عبد الرازق، أيوة. مين فيهم اللي أقنعك أكتر؟ مين فيهم متواضع محب بيسندك في اللوكيشن؟ مين فيهم حسيتي بأن لأ دي أحسن، دي شخصية فعلا أحب أن أنا أكون معها أو أكون صديقة ليها، غادة ولا هيفا؟ بصي هقولك على حاجة، غادة ولا هيفا؟ لا سؤال غريب، غادة ولا هيفا؟ غادة وهيفا. غادة ولا هيفا؟ لا ما اقدرش اجاوبك، ما اقدرش اقول لك غادة ولا هيفا، الاثنين انا اشتغلت معاهم. انت قلتي في حوار ان غادة زميلتي؟ ما انا هقول لك مش صديقتي. في مجلة لها. احنا زمايل. هيفا صديقة ولا زميلة؟ انا وهيفا زمايل. صديقة ولا زميلة؟ ما احناش اصدقاء برضو بالمعنى اللي احنا، بصي في التصوير اصله بتربطنا علاقة لطيفة مع بعض قوي، سواء هيفا او غاده. مين ارتحتي معاها اكتر في التصوير؟ الاثنين ارتحت معاهم، الاثنين كانوا لطاف جدا معايا في التعامل. الاثنين كانوا لطاف جدا في خناقه غاده عبد الرازق مع محمد سامي، وانت بما انك كنت شاهده على الخناقه دي، مين كان صح ومين كان غلطان؟ انا ما كنتش موجوده في الخناقه، انا صورت ومشيت وحصلت المشكله. لا اللي اقدر اقوله انه محمد كان صح. محمد كان صح طبعا. نبص الليله اللي بعدها، الليله 1223 31 مايو 2014. ليلة ما بكى الرئيس مبارك وهو لابس البدلة الزرقاء في السجن، قلبك وجعك؟ عيطتي؟ لا ما عيطتش، بس صعب عليا يعني. ليه كده يعني؟ ما نستحق، ما يعني ما يستحقش ان احنا كنا عملنا كده. راجل ده رئيس سابق، ده ما اعتقدش انه ما كانش بيحب البلد، لا كان بيحب البلد، هو كان ممكن يفضل قاعد وما يمشيش، لا هو مشي وسلم السلطة وحب مصلحة مصر اكتر. حتى لو كان مشيان وكان في صالحك وكانت الثورة وشها حلو عليكي، وان انت في الفترة دي بالذات بقيتي روجينا المشهورة جدا، المسلسلات معلمة عند الناس، بقيت موجودة بقوة. هقول لك على حاجة يا سمر، أنا في فترة حسني مبارك أنا ما كنتش بشتغل، وكنت بالثلاث سنين بقعد في عشان البيت. كده بقول لك من ساعة ما مشي الفترة دي هي اللي وشها حلو عليا. وشها حلو عليا، بس أنا ما بتقدريش تمسحي التاريخ كله، الراجل ما كانش وحش في كل حاجة، لا كان فيه ليه مميزاته وليه عيوبه، بس إحنا مشكلتنا إن أنتِ دايماً بتنسي، يعني دايماً تفتكري الحاجات السيئة للشخص بالذات لما يمشي. وانا ست ما كنتش متلونه ولا مختلفه، انا كنت بشوف ناس كل ما بتكح كانت بتتلون بتتغير، انا ما كنتش كده، انا كنت ثابته على موقفي ولغايه دلوقتي ثابته على موقفي، واعتقد يعني الايام اثبتت انه انا كنت صح.